السلام عليكم ورحمه الله مشاهدينا الكرام تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم ارحب بكم في مستهل هذه الحلقه من الاجنده. في الاجنده هذا الاسبوع رؤيه الامم المتحده لحل يعيد اليمنيين الى نقطه الصفر. ظل السياسة الامريكية على الازمة اليمنيه. بعد سنوات خمس من التدخل المكثف للامم المتحدة في الازمة اليمنيه خرج المبعوث الاممي الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ الذي ورث هذا الملف من سلفه المغربي جمال بن عمر خرج علينا بتصور لا يشمل حلا جذريا للأزمة بقدر ما يفتح نافذة جديدة, جديدة على مسار جديد وعملية سياسية تبدأ من الصفر خطوة صدمت كل الذين تفائلوا بإمكانية نجاح مشاورات الكويت في إعادة اليمنيين على الأقل إلى النقطة التي توقفوا عندها ومن ثم إنجاز بقية الاستحقاقات التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية الخطوه الصادمه التي جاءت في سياق الاحاطه الشهريه التي قدمها المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ في الجلسه التي عقدها المجلس الثلاثاء الماضي 21 يونيو 2016 حيث عرض ولد الشيخ الخطوط العريضه لتصوره الذي يشمل تشكيل حكومه شراكه وطنيه تشرف على عمليه سياسيه جديده لم يضع لها اطارا زمنيا لكنها عمليه سياسيه تحتكم لمرجعيه سياسيه جديده وتتحرر تقريبا من كل المرجعيات الحاكمه للعمليات السياسيه التي انطلقت في 23 نوفمبر 2011 يعني المبادره الامميه الجديده وحظوظها في عن هذه المبادره وحظوظها في تغيير مسار الازمه اليمنيه وعن الافاق المستقبليه لهذه الازمه نخصص هذا الملف من الاجنده. الرؤية الأممية التي عرضها ولد الشيخ على مجلس الأمن هي واحدة من ثلاثة رؤى كان أو من ثلاث رؤى كان المبعوث الدولي قد عرضها على وفدي المشاورات وفق ما صرحت به وزيرة الشؤون القانونية وعضو الوفد الحكومي إلى مشاورات الكويت نهال العولقي وبحسب الوزيرة نهال فإن هذه الصيغة من الرؤية المعروضة على مجلس الأمن كانت قد قوبلت بالرفض من جانب الوفد الحكومي الأمر الذي يضعنا أمام أحد المستجدات الخطيرة للغاية فهو يؤشر إلى أن المبعوث الأممي لا يتحكم بمسار المشاورات بل يخضع لإملاءات السفراء الغربيين وهو الخطأ نفسه الذي وقع فيه جمال بن عمر من قبل قبل أن يكتشف أنه خارج سياق الأزمة اليمنية كأحد الذين أساءوا إلى أمانة المسؤولية وركنوا أو ركنوا إلى الغطاء الذي توفره القوى الكبرى حينما قرر المبعوث الدولي أن يفرض إرادة المجتمع الدولي على طرفي المشاورات اختار أن يلقي بكامل الضغط على الطرف الحكومي وأن يضعه طرف الحكومي أمام تحدي القبول أو الرفض وفي هذه الحالة يتحمل وزراء فشل مشاورات الكويت لكن الوفد الحكومي ومن خلفه الحكومة والتحالف العربي لا يزالون يحتفظون بأوراق مهمة تحرج الأمم المتحدة نفسها التي كررت الذهاب بعيدا عن قراراتها وعن المرجعيات التي اعتمدتها وأكررت بها بل تمادت في مكافاه القتله والمجرمين الذين هدموا مبنى العمليه السياسيه على الرغم من المكاسب الكبيره التي اتحتها لهم هذه الفرصه حيث اوصلتهم الى السلطه بدور كبير ومؤثر عبر ما اسمي حينها باتفاق السلم والشراكه الاخطاء الكارثيه التي وقع فيها الانقلابيون خلال الفتره الماضيه وجعلتهم في مرمي الادانه الدوليه وعقوباتها لا ينبغي ان تطوى بهذه السهوله بل على السلطة الشرعية أن تدافع عن حقها في استعادة الدولة والمؤسسات تماما كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن الدولي وكما نصت عليها الاتفاقات والآليات والمخرجات التي اعتمدت من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والإقليمي وشكلت هذه المخرجات حينها إحدى الإنجازات النموذجية في رعاية عملية انتقال سياسي ناجحة في اليمن قبل أن يجري الانقلاب على هذه العملية ويتم جر اليمن الى اسوا حرب اهليه شهدتها في تاريخها المعاصر دعونا هنا نكف على اهم ما طرحه المبعوث الاممي ولد الشيخ على مجلس الامن الذي كان يقدم احاطته اليه عبر دائره تلفزيونيه مغلقه يقول ولد الشيخ بعد مناقشات مكثفه مع كلا الطرفين استمعت خلالها الى الى ارائهما وشواغلهما بعنايه طرحت خارطة طريق لخطة محددة لانهاء الصراع في اليمن وتابع ولد الشيخ تتضمن خارطة الطريق اجراء الترتيبات الامنية التي ينص عليها قرار مجلس الامن الدولي رقم 22 16 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على اعادة تامين الخدمات السياسية وانعاش الاقتصاد اليمني كما تتولى حكومة الوحدة الوطنية بموجب هذه الخريطة مسؤولية الاعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية التالية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور أو إنجازها بالأصح وقال أيضا من الضروري أن يضمن هذا الحوار السياسي مشاركة حقيقية للمرأة والشباب وكذلك مشاركة فعالة لجنوب جنوب اليمن في مستقبل البلاد وتحدث كذلك عن ان خارطه الطريق تنص على ضروره انشاء اليات مراقبه وطنيه ودوليه لمتابعه ودعم تطبيق ما تتوصل اليه الاطراف من اتفاقيات هذا هو ملخص الرؤيه الامميه او خارطه الطريق التي عرضها المبعوث الاممي على المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ وكما هو واضح وضوحا لا يقبل اللبس لم تعد الأمم المتحدة تركز على المهمة ذات الأولوية وهي تنفيذ القرار 200 أو 2216 بل أنها ذهبت تركز على تشكيل حكومة شركة وطنية وعلى الرغم من أن هذا التصور أو خارطة الطريق لا تشير إلى منصب الرئاسة لكن من الواضح تماما أنه سيجري تحييد منصب الرئيس لأن الحكومة ستعمل وفق مرجعيات مستقلة وستنفرد بالقرارات السياسية وبتوجيه مسار الاحداث ولن تكون متحمسه بالتاكيد لاحياء المرجعيات الحاليه للتسويه السياسيه. نحن اذا امام تصور اممي للحل يعيد اليمنيين الى نقطه الصفر على كافه المستويات. فوفقا لهذه الرؤيه سيعاد النظر في مرجعيه السلطه الحاكمه للعمليه السياسيه التي ستعهد الى حكومه شراكه وطنيه بما يعني ان تحييدا كاملا سيتم لسلطه الرئيس هادي ولورقه الشرعيه التي تشكل احدى اهم نقاط القوه بيد السلطه. الشرعيه ومؤيدوها ستتعرض لطعنه من قبل خارطه الطريق الامميه، هذه الخارطه التي تقترح الشروع في حوار سياسي جديد على كل شيء تقريبا. وهذا الحوار ستشرف عليه حكومه الشركه الوطنيه ولن يكون هذا الحوار معنيا باتفاقيات او باتفاقات التسويه ولا بالقرارات الدوليه ولا بمخرجات الحوار الوطني وهي المرجعيات التي تاسست عليها عمليه السلام اليمنيه برمتها المبعوث الاممي تحدث بشكل عارض عن الترتيبات الامنيه المنصوص عليها في قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 ولم يظهر أي حماس إزاء هذه النقطة الجوهرية والمفصلية بالنسبة للحكومة والتحالف العربي بل إنه أظهر الأمر وكأنه قابل للنقاش بمعنى ما هل تبدأ تشكيل الحكومة؟ هناك تساؤل هل نبدأ؟ هذا التساؤل هو الذي حاول أن يوحي به توحي به خارطة طريق بن عمر بن ولد الشيخ هل نبدأ بتشكيل الحكومة؟ ام بالترتيبات الامنيه بما يسمح بامكانيه ان تكون هذه الترتيبات لاحقه لتشكيل الحكومه وبإشرافها وعليها ان نتصور يعني علينا ان نتصور اذا ما تم هذا الامر كيف ستتصرف حكومه يهيمن عليها الانقلابيون وهل ستكون معنيه بالزامهم بتسليم السلاح هذا التطور يضع اليمن امام مرحله بالغه الخطوره بالغه الخطوره من التحول في مسار الازمه فعندما تكرس الأمم المتحدة وقتها للنقاش حول الخطوة أو أي خطوة يمكن البدء بها إجراء الترتيبات الأمنية أو تشكيل حكومة فهذا يعني أن الطبخة الأممية التي أشرف عليها السفراء الغربيون لا تقل خطورة عن اتفاق السلم والشراكة الذي سلم صنعاء للانقلابيين برعاية دولية وبترحيب واسع من مجلس التعاون الخليجي آنذاك كان من الواضح أن المشاورات التي تجري بين وفدي الحكومة والمتمردين ليست إلا غطاء للطبخة التي أعدت على مهل وأريد لها اليوم فرضها على الحكومة أكثر من فرضها على الانقلابيين. الانقلابيون الذين ما جاءوا أصلا إلا للحصول على حصة في حكومة تقوم على إنقاذ سلطة الرئيس والحكومة الانتقالية الحالية وليس أي شيء آخر. يحاجج الانقلابيون على لسان رئيس وفد الميليشيا بأن الرؤية الأممية لم تشمل مؤسسة الرئاسة، وهو تكتيك قصد منه إظهار أن الحكومة أو حكومة الشراكة التي ستطيح بسلطة الرئيس عملياً لا تزال دون مستوى أهدافهم وطموحاتهم. انتظر الوفد الحكومي إلى مشاورات الكويت نحو 24 ساعة قبل أن يرد ببيان رسمي على الرؤية التي طرحها الموفد الأممي إسماعيل ولد الشيخ. وقبل ذلك كانت وكاله الانباء اليمنيه سبا التابعه للحكومه قد نقلت خبرا انعقاد مجلس الامن وضمنت خبرها ما جاء على لسان المبعوث الاممي فيما يتعلق بالتطورات الميدانيه وبعض ما تحدث به بشان الاسرى وتجاهلت تماما الرؤيه التي طرحها الوفد الحكومي اكد في بيانه ان المرجعيات المحدده بقرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 والقرارات ذات الصله والمبادره الخليجيه واليه التنفيذيه ومخرجات الحوار الوطني لابد وان تقوم المشاورات على الالتزام بها وبالاطار العام وجدول الاعمال وتفاهمات بيل السويسريه والنقاط الخمس المتفق عليها لانجاز الخطوات الكامله لمسار السلام وبد ان او والبدء بتسليم جميع الاسلحه من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابيه للسلطه الشرعيه وانسحابها أي المليشية من كل المدن ومختلف مؤسسات الدولة وإلغاء وإزالة كل الممارسات التي أنتجها الانقلاب منذ سبتمبر 2014 واستعادة الحكومة لسيطرتها على مؤسسات وأجهزة الدولة في كل المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابية اللافت جاء في التحرك الذي يمكن وصفه بالمشترك الحكومي الخليجي الذي أعقب طرح المبعوث الاممي مباشره لرؤيته حيث عقد امين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني اجتماعا مع وفد الحكومه في الكويت وكان ابرز ما جاء في التغطيه الرسميه للاجتماع ان الدكتور الزياني اكد موقف دول التحالف مع في الوقوف مع الشرعيه في اليمن ممثله بالرئيس عبد ربه منصور هادي كما اكد ايضا على ان الحلول يجب ان تكون في اطار المرجعيات الاساسيه للمشاورات المتمثله بتنفيذ قرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآلية التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشابي الذي أجمعت عليه المكونات السياسية اليمنية حتى هذه اللحظة لا تزال الرؤية محل نكاش من قبل طرفي المشاورات لكن الأمور ليست كما حاول تبسيطها المبعوث الأممي عندما ذهب إلى تأكيد أن رؤيته تحظى بقبول طرفي المشاورات فهي ليست كذلك وهذا يعني أن المبعوث الأممي قد يتريث قليلا قبل أن يقوم بعرض رؤيته التي ستكون ملزمة على ما يبدو ولكن هل المشكلة تكمن في التزمين كما أفاد المبعوث الأممي أم أن الأمر يتعلق بقضايا جوهرية لا يمكن, لا يمكن تنازل عنها من قبل السلطة الشرعية فقد عادت الحكومة وعرضت تصورها حول خارطة الطريق للحل في الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني وتشمل خارطة الطريق الحكومية للحل الانسحاب وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط للدولة في جميع مناطق الجمهورية خروج ميليشيا الحوثي التي تم إلحاقها بكافة المؤسسات الأمنية والعسكرية إلغاء الإعلان الدستوري وكل الإجراءات التي ترتبت على ما يسمى باللجنة الثورية عودة مؤسسات الدولة والحكومة التي أو عودتها إلى العاصمة لممارسة عملها وتصحيح كافة الاختلالات في الجهاز الإداري للدولة الناتجة عن الانقلاب هذه الخطوات هذه الخطوات تشكل مقدمة ضرورية لتوسيع الحكومة واستئناف العملية السياسية التي أجهضت عقب الانقلاب الحوثي واستكمال مهام المرحلة الانتقالية واجراء الانتخابات وصولا لقيام الدولة الاتحادية وقيام يمن جديد لطالما حلمنا به وتطلعنا اليه نحن ابناء اليمن وهذه الخطوات في الحقيقة هي التي يمكن ان تعيد اليمنيين الى طريق الحل السياسي وهو طريق واضح المعالم ومرجعياته واضحة وهناك محطات محددة كان اليمنيون قد قطعوا من عددا منها ويفترض ان يعبروا او يعبروا بقية المحطات إذا ما تمت بالفعل تهيئة الأرضية السياسية عبر التنفيذ الكامل وغير المشروط لقرار مجلس الأمن الدولي ولعل من أقوى ما جاء في خطاب السفير اليماني هو تشديد, الـ تشديد الـ اليماني على أن أي دولة ذات سيادة لا يمكن أن تقبل بسيطرة ميليشيا متمردة على مقدراتها وانتهاك سيادتها فإما استعاده الدوله كامله السياده وحكم القانون والمواطنه المتساويه واما القبول بالفوضى وحكم العصابات وانتشار فوضى الارهاب. تتاثر النظره الامميه المراوغه للازمه اليمنيه بعاملين اساسيين هما الارهاب والازمه الاقتصاديه والانسانيه. وهما في الحقيقه تغطيه لكل الطبخات السيئه التي أنجزت خلال الفترة الماضية وقصد منها تقديم تصورات للحل السياسي السفير خالد اليماني أعاد في خطابه التذكير بواحدة من أخطر التحديات التي تسببت فيها الأزمة الحالية وهي الانتهاكات لحقوق الإنسان مستشهدا ومشيدا بالتقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي أو التي أدانت والتقرير الذي أدان مجزرة تعز وسمت الحوثيين هذا التقرير سمى الحوثيين وحملهم مسؤوليه دم الابرياء في في تلك المجره وكان موفقا عندما اورد اسماء من قال انهم مجرمو الحرب وقتلة الاطفال والنساء والشيوخ في تعز الذين ستلاحقهم العداله الوطنيه والدوليه امثال العميد عبد الله ضبعان المشرف العسكري على او المشرف العسكري من قبل الانقلابيين على تعز والعميد حمود دهمش قائد اللواء 22 حرس جمهوري والعميد زكريا المطاع من قيادات الحرس الجمهوري والعميد حمود الحارثي قائد الامن المركزي وعبد الولي الجابري احد قيادات الميليشيا الحوثيه هذه الاحاطه في الحقيقه تضع المجتمع الدولي امام لحظه اختبار حقيقيه لمصداقيته ونواياه تجاه الازمه اليمنيه اذ لا يمكن تجاهل جرائم بهذا القدر من البشاعه ترتكب في سياق الحرب التي شنها الانقلابيون وهم ليسوا فقط ميليشيا منفلته بل وحدات مسلحه متمرده تستخدم اسلحه الدوله، اسلحه الدوله وامكانيات جيشها في الحاق الضرر الفادح بالمدنيين وارهاق وازهاق ارواحهم في جريمه قتل بدوافع سياسيه. ولا يمكن وفقا لمعايير الامم المتحده التعامل مع ازمه كهذه بحسب املاءات اطراف اختارت العنف طريقا وحيدا لفرض ارادتها والحصول على مكاسب سياسيه. ومن المؤسف ان المبعوث الاممي على الرغم من اشارته الى مجزره تعز الا ان اشارته جاءت في صيغه المبني للمجهول اي انه لم يسم الطرف الذي ارتكب الجريمه بل اقر بحدوثها فقط ولكنه لم يتردد عن ربط اسم الحوثيين بعمليه اطلاق سراح 500 سجين والاشاده بهذه الخطوه مع ان هذا الرقم الذي يصعب التحقق من مصداقيته لا يتعلق بالسجناء والمعتقلين السياسيين بل بكوائم من المجرمين والكتلة والمتورطين في قضايا إرهابية وقطاع الطرق الذين كانوا أدوات الخراب طيلة السنوات الأربع الماضية <applause> إن أوضح ما يمكن أن يقال في الرؤية التي عرضت على مجلس الأمن هي أنها نتاج حالة جديدة أو مظهر جديد من مظاهر الانتهازية الأممية التي تريد أن تسلم السلطة, السلطة الشرعية لحكومة لا توجد ضمانات بأن الإنقلابيين لن يهيمنوا عليها بل إن الخطة تقتضي تمكينهم تمكين الإنقلابيين من هذه الحكومة وهذا يعني أنه كما سلمت صنعاء والمؤسسات والسلاح للميليشيا بموجب اتفاق السلم والشراكة فإنه يجري الآن التخطيط لتسليم الحكومه او لتسليم الشرعيه والحكومه وطي المرحله الماضيه وتاسيس عمليه سياسيه تعيد انتاج سلطه الانقلاب وسط تام وكامل من قبل المجتمع الدولي للاسف الشديد وهو الخيار الذي يصطدم مع ما يتطلع اليه المؤمنون بالدوله الوطنيه وبالوحده الرافضون للانقلاب خصوصا اذا جرى تحييد التحالف العربي من هذه الصراع وهو من النتائج المتوقعه اذا ما قدر لهذا التصور ان يمضي. مشاهدينا الكرام الى هنا ننهي النقاش في ملفنا الاول من الاجنده سنذهب الى فاصل قصير ثم نعود بعده لمواصله النقاش ولكن في ملف جديد نتناول فيه اثر او ظل السياسه الامريكيه على الأزمة اليمنية والقضايا اليمنية وبالأخص تطورات التطورات الأحداث التي تشهدها البلاد منذ خمس سنوات تقريبا. أرجو ألا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مجددا. سبق وأن قلنا في هذا البرنامج أن الوضع في اليمن. لا يمكن ان يكون منفصلا عن الوضع في الدائره الاقليميه المجاوره له وفي الدائره الدوليه. العالم مترابط ترابط عضوي كبير ولا يمكن ان يستقل اي بلد بنفسه استقلالا تاما دون ان يؤثر او يتاثر بالمحيط الدولي والمحيط الاقليمي. وبطبيعه الحال نحن في اليمن نتاثر بشكل مباشر جدا بالصراع الاقليمي الموجود بين العروبيين من ناحيه او العرب من ناحيه وفارس من ناحيه كما يحب ان يوصفه البعض او بين الشيعه من ناحيه والسنه من ناحيه اخرى كما يحب ان يوصفه البعض الثالث والحقيقه انه صراع دول ومصالح انظمه سياسيه تتزعم ايران طرف ويتزعم الخليج او المملكه السعوديه طرف اخر لا يمكن ان تكون اليمن في منأى عن هذا النوع من الصراع وللاسف الشديد. وايضا لا يمكن لليمن ان تنأى بنفسها عن هيمنه وطموحات ورغبات الدول الاستعماريه الكبرى وخصوصا الولايات المتحده الامريكيه التي اصبحت بمثابه دوله امبراطوريه مهيمنه على العالم تحاول ان تفرض دكتاتوريه عالميه على الكره الارضيه. اذا كانت اوروبا نفسها لم تتخلص من هذه الهيمنه ولم تسلم منها فكيف بنا الآن يعني على سبيل المثال الآن ربما الأزمة السورية كما يقول بعض المفكرون أدت إلى تفتيت وحدة الاتحاد الأوروبي اليوم نسمع اليوم تحديدا أو بالأمس على بالتحديد نسمع عن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وربما كما يقول برهان غليون ربما يكون للأزمة السورية أثر كبير في هذا الوضع لأن أوروبا انساكت وراء أمريكا في سياساتها الراغبة في تدمير سوريا وفي تدليل النظام السوري مما أدى إلى انفراط العقد في الاتحاد الأوروبي عموما كما قلت أمريكا تحاول أن تكون حاضرة في كل صغيرة وكبيرة في هذا الكوكب ونحن في اليمن تأثرنا من وقت طويل بهذه السياسة الأمريكية التي يصح أن نسميها إمبريالية بالفعل لانه ظهر تماما ان امريكا ليست تلك الدوله الراعيه للديمقراطيه كما حاول البعض ان يصور لنا بل على العكس من ذلك اصبحت امريكا هي الراعي الاول للارهاب في العالم كما يقول بعض المثقفون الامريكان عموما لكي نفهم امريكا ولكي نفهم عفوا ما يحدث لا بد ان نفهم النموذج الامريكي المحور القادم هو حديث في هذا الخصوص لكي نفهم أمريكا ينبغي أن نضع أمام أعيننا أربع ملاحظات أساسية الملاحظة الأولى أن أمريكا عبارة عن دولة استعمارية حديثة لا يتجاوز عمرها تقريباً مئتي عام هذه الدولة قامت وغيرها من الدول الاستعمارية في أمريكا الشمالية والجنوبية قامت على جثث ملايين الملايين من القتلى من أصحاب الأرض الأصليين في الأمريكتين بعضهم يقدرهم ب 60 مليون والبعض يقدرهم ب 100 مليون والبعض الاخر يقدر ب 200 مليون من الكتلة في الهنود الحمر بل ان بعضهم قال انهم قرابه المليار مواطن في امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. هذا هذه اعداد مهوله تعرضت لاباده جماعيه من قبل المحتل الاوروبي الغازي للامريكتين. هذه الحقيقة حقيقة أن أمريكا دولة استعمارية حديثة ينتج عنها ماذا؟ ينتج عنها أن أمريكا لأنها استعمارية فلا يمكن أن يرتجف ضميرها لوجود دول استعمارية أخرى مثل إسرائيل مثلا أو مثل أستراليا مثلا لأن الاستعمار ملة واحدة كذلك لأنها دولة حديثة نشأت على اضطهاد حقوق الأقليات فهي لا يعنيها أيضا أو حقوق أبناء الأرض الأصليين فهي لن تتأثر ولن يتأثر ضميرها بأن تأخذ حقوق الناس هذه حقيقة أولى لحقيقة أن أمريكا دولة استعمارية حديثة الحقيقة الثانية التي ينبغي أن تكون حاضرة أمام أعيننا ونحن نتحدث عن أمريكا أو نحاول فهم السياسة الأمريكية والنموذج الأمريكي هو أن أمريكا دولة متدينة تسيطر عليها يسيطر عليها المذهب البروستانتي على سبيل على وجه الخصوص اذ يبلغ عدد البروستانت في امريكا قرابه 51% من البروستانتيين والمذهب البروستانتي والانجليكاني على وجه الخصوص هو الذي سيطر على قرار المؤسسة الرئاسه في امريكا منذ السبعينيات على الاقل الى الان. المذهب البروستانتي هو المذهب الذي انبثقت عنه الصهيونيه فالصهيونيه هي مؤسسة مسيحية قبل ان تكون مؤسسة يهودية بطبيعة الحال، هذا ينبغي ان يكون حاضرا ونحن نتحدث عن السياسة الامريكية. الصهيونية تقرأ الكتاب المقدس قراءة حرفية، او البروستانتية عموما تقرأ الكتاب المقدس للمسيحيين قراءة حرفية. هذه القراءة الحرفية نتج عنها عقيدة تسمى عقيدة هرب معركة هرب هذه المعركة ورد ذكرها في آخر سفر من أسفار العهد الجديد اللي هو سفر رؤيا يوحنا وتتحدث عن معركة نهائية ستحدث على ستحدث في فلسطين على وجه الخصوص والبروتستانت الإنجليكانيين المحافظون الجدد منهم رؤساء أمريكان يعتقدون أن هذه المعركة لابد أن تجري في فلسطين وهم على كيد الحياة ويحاولون تحضير الأرض في فلسطين لهذه المعركة المهولة تحدث عن هذا كما قلنا من قبل جريس هالسل وهي واحدة من الصحفيات التي كانت قاطنة في البيت الأبيض تحدثت عن عقيدة الرئيس ريغن وتحدثت عن عقيدة بوش وعن غيره من الرؤساء الذين يؤمنون بهذه المعركة التي لابد أن تحدث في منطقة الشرق الأوسط أو في فلسطين تحديدا على وجه الخصوص فالرعاية الأمريكية لإسرائيل وراءها هذا البعد الديني ايضا بجوار الابعاد الاخرى، هذه حقيقه ثانيه. الحقيقه الثالثه التي ينبغي ان تكون حاضره ونحن نتحدث عن امريكا هي ان امريكا عباره عن شركه، شركه كبيره. يمكننا ان نقول ان امريكا مرت باربع اطوار رئيسيه منذ تاسيسها. الطور الاول كان طور العصابات، العصابات التي اقتحمت امريكا وابادت السكان الاصليين من الهنود الحمر كما اطلق عليهم. الطور الثاني كان طور الامه الامريكيه. وجدت امه امريكيه اسست الطور الثالث وهو الدوله الامريكيه. لكن الدوله الامريكيه في لحظه من اللحظات يعني ربما من بدايه الخمسينيات بدات الشركات تفرض هيمنتها عليها، بدا راس المال يسيطر على القرار الامريكي. وبهذا يمكن أن نقول بأنها انتقلت إلى الطور الرابع من من أطوار التطور وهو طور هيمنة الشركات ورؤوس الأموال على القرار الأمريكي حتى يقال أن الرئيس جون كينيدي كان آخر رئيس حقيقي في أمريكا أما بقية الرؤساء الذين جاءوا من بعده فكانوا يمتون إلى وول ستريت إلى مؤسسة المال الأمريكية بصلات قوية جدا وربما أقواهم على الإطلاق كان الأخير هذا الرئيس أوباما هذا له علاقة قوية جدا ب سوق المال ولذلك يبدو أنه أكثر من نفذ أجندة الشركات الأمريكية في المنطقة وحينما نقول أن أمريكا عبارة عن شركة فهذا يعني أنها ستبحث عن سوق ونحن العالم كله والمنطقة العربية بالنسبة للشركات الأمريكية مجرد سوق ويفضلون أن لا ننتقل من حالة السوق إلى حالة أخرى ولذلك هم حريصون على إبقائنا في محل المستهلك وحريصون على إبعاد أي مشروع سياسي ديمقراطي بطبيعة الحال يمكن أن يخرجنا من, هذه من هذا التوصيف هذه حقيقة ثالثة الحقيقة الرابعة للحقيقة الأمريكية أو للنموذج الأمريكي هو أن أمريكا تتبنى منذ اللحظة الأولى في تأسيس الدولة ما يسمى بالمذهب البراغماتي البراغماتي او النفعي او الذرائعي كما يسميه البعض وهذا المذهب طبع الناس في امريكا وحول الثقافه الامريكيه الى ثقافه انتهازيه هذا المذهب البراغماتي او هذه الفلسفه البركماتيه تعتقد ان الخير هو ما نفع الامريكيين والشر ما ضرهم ولذلك لا بد ان ينتج عن هذا المذهب مع المدى الطويل يعني بطبيعة الحال عندما يتحول إلى ثقافة ويتحول إلى جينات لا بد أن يحول الأمريكيين إلى كائنات انتهازية ما ينفع أمريكا هو الذي يبقى وهو الخير ولأن الديمقراطية في الشرق الأوسط لا تنفع أمريكا ولا تخدمها كما يقول تشومسكي وكما يقول كثير من المفكرين الأمريكان وغير الأمريكان فإن أمريكا تناهض الديمقراطية للأسف الشديد وتقاومها في المنطقة، هذا امر طبيعي. يعني مجمل الخصائص التي ذكرناها الاربع عن النموذج الامريكي تصب كلها في معارضة الديمقراطية ونشر الديمقراطية في الوطن العربي، مع ان امريكا حين بدأت يعني تأسيس نفسها وهذا ما ذكره المرشح السابق آل جور كان مرشح في مواجهة جورج بوش كتب كتابا عن او بعنوان هجوم على العقل تحدث فيه عن ان امريكا كانت على اساس العقلانيه وعلى اساس مجموعه قيم منها قيم نشر الديمقراطيه في العالم لكن يبدو ان امريكا سلمت بمظهر ديمقراطي داخل امريكا نفسها لكنها كاومت الديمقراطيه في كل مكان اخر في 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 في, في, في كوكب الارض وكانت كما يقول الامريكان الامريكان انفسهم فيما اظهرته دراسه دراسه اجرتها الحكومه الامريكيه نفسها كما قال تشومسكي وغيره هذه الدراسة قالت أن العالم والأمريكان يتصورون أن أمريكا هي الدولة الإرهابية رقم واحد في العالم لماذا؟ لأنها كانت دائما وراء النظم المستبدة وضد النظم الديمقراطية التاريخ الأمريكي كما أظهره ويليام بلوك في كتابه أو ويليام بلوم في كتابه الدولة الماركة هو عباره عن تاريخ من دعم الدكتاتوريات والمستبدين والحرب ضد الديمقراطيه هذه امور لابد ان نفهمها ونحن نتحدث عن امريكا حتى نفهم بعد ذلك كيف اين يمكن ان يمضي القرار الامريكي في اي سياسه او في اي قضيه من القضايا على ضوء ما سمعنا يمكننا أن نتوقع ما الذي تريده أمريكا من العرب عموما ومن اليمنيين على وجه الخصوص هي تريد وضع يدها على منابع النفط من ناحية وتريد ردع الديمقراطية وأي حركات تغيير في المنطقة هذا الكلام سنسمعه من مفكر كبير طالما استندنا إليه مفكر أمريكي كبير هو نعومة شمسكي تفضل ان احدى هاتين المصلحتين هي انها تريد السيطره على مصادر الطاقه ليس الموضوع هو مجرد الوصول الى مصادر الطاقه انه موضوع السيطره في اربعينات القرن الماضي لم يكن للولايات المتحده مصلحه في مجرد الوصول الى مصادر الطاقه ولكن المقاصد كانت واضحه وقد قال احد كبار المسؤولين انه اذا استطعنا السيطره على نفط الشرق الاوسط فسيؤدي ذلك الى سيطرتنا على العالم الى حد كبير اما المصلحه الثانيه فهي الحيلوله دون وجود الديمقراطيه انه من الاهميه بمكان للولايات المتحده وحلفائها الحيلوله دون قيام الديمقراطيه في المنطقه لماذا؟ انظر الى قناه الجزيره فقبل يوم او يومين نشرت الجزيره اول استطلاع معمق حول الراي العام العربي. كان هذا موضوعا بقلم مروان بشاره وهذا يعطيك الجواب ان الديمقراطيه اذا كانت نظاما فعالا فهي منظومه تعطي الراي العام التاثير على السياسه والا فلن تكون ديمقراطيه. فهل تريد الولايات المتحدة لسياسة دول المنطقة ان تكون محكومة بوجهات نظر الشعب ان الغالبية العظمى من الشعب يرون في الولايات المتحدة واسرائيل تهديدا رئيسيا وخمسة في المئة تعتبر ايران تهديدا وترى الاغلبية انه اذا كان لدى اسرائيل اسلحة ذرية فيجب ان يكون ذلك متاحا للدول الاخرى فهل هذا ما تريده الدول الغربية انهم يريدون علاقة خضوع وتبعية كما هو الحال في كل مكان في العالم. اعني بذلك علاقات الدول العظمى ايا كانت فهي تريد علاقه خضوع لارادتها ولمصالحها وليس ذلك سرا هذا ما تسير عليه العلاقات الدوليه. امريكا تريد تحقيق هذه الرغبات وهذه الطموحات او هذه الارادات تريد أن تحققها وأن تطبقها في 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 منطقتنا العربية عموما وفي اليمن على وجه الخصوص من خلال سياسة جديدة غير معهودة في السياسة الأمريكية الخارجية. هذه السياسة هي تحالف جديد مع الأقليات المذهبية في المنطقة وتحديدا الأقلية الشيعية وبجانبها أيضا الأقلية الصوفية، تحالف جديد أو تخادم جديد يمكن أن يُسَلّم من خلاله المنطقة ورِكاب الأكثرية السنية والأكثرية الغير الشيعية الى الـ 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 الى يد ايران. من خلال هذا التخادم تريد امريكا ان تضع ايران حاجزا مانعا امام الديمقراطيه وامام اي حركه تغيير في المستقبل ونتمنى الا تتحقق هذه الاماني وبهذا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه نستودعكم الله ونلتقي في حلقه قادمه باذن الله.